السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله زي ما طلبتوا مني البسيسة بالسمسم زي الأفران بالظبط، وهنعملها بمقادير واضحة ومظبوطة. في ناس بتقولك 3 كوبايات دقيق بسيسة، ما ينفعش البسيسة تتعمل بدقيق بسيسة بس، ما ينفعش، لازم يخش معاها الدقيق الأبيض. لو عملتيها بدقيق بسيسة بس هتشرقك، اتفقنا؟ يبقى لازم 2 كوباية من دقيق البسيسة اللي هو دقيق الذرة مع 2 كوباية دقيق قمح، اتفقنا؟ نقول بقى المقادير السايلة والمقادير الجافة عشان نعرفها بالمظبوط. المقادير الجافة 2 كوباية من دقيق البسيسة اللي هو دقيق الذرة معايا 2 كوباية دقيق اللي هو الدقيق الأبيض القمح، معايا كيس بيكنج باودر، كيس واحد بيكنج باودر وذرة ملح. دي المقادير الجافة. طب المقادير السايلة ايه؟ ده شوب بس، ايه نصه كده، يبقى 2 كوباية من السكر، بيضة واحدة عليها رشة من الفانيليا، 2 كوباية لبن، 1/2 كوباية من الزيت. دي المقادير السايلة، ننزل بيها في الخلاط اول حاجة على طول، هنضربها ضربة في الخلاط لمدة 3 دقايق او 5 دقايق. اهم حاجة خفق كويس جدا، عشان اهم من المقادير كلها الخطوة دي. عملتي الخطوة دي مظبوط هتلاقي البسيسة او اي نوع كيك مرتفع معاكي مش منخفض، اتفقنا؟ حط 1/2 كوباية الزيت وهضربهم ضربة كويسة، ونرجع بقى عشان نكمل بقية خطوات. بصوا بقى، دي البسيسة، دي البسيسة بيتحط كده ما بيتنخلش، اتفقنا؟ دي الابيض بس اللي هنخله معاكو دلوقتي، حط 2 كوباية كده، يبقى 2 كوباية من دي الذرة عليهم 2 كوباية من دي الابيض اللي هو دي القمح، كيس بيكنج باودر، ذرة ملح. دي المقادير الجافة معانا، وزي ما شفنا المقادير السايلة في الخلاط، بس كده عشان ما تطلعش مكتومة معانا وتطلع هشة. هنزل بقى بكيس البيكنج باودر، هو كمان هننخله كده، ذرة ملح بس صغننه كده. هقلب المقادير الجافة دي كلها مع بعض كده، اهم حاجة نتأكد المقادير كلها دخلت في بعض. وبعد كده في الخلاط 3 معالق 3 معالق كده سريعة على طول، نجيب الشفشق. بصوا اهم حاجة تخفقي البيض والمقادير كويس. ننزل بقى 3 معالق كده هرمية، واضرب لمدة 2 دقايق، انزل بردك كده، كرر العملية دي لحد ما الدقيق يخلص معايا، وارجع اوريكي القوام المظبوط. واهم حاجة واحنا بنبدأ الفيديو من الاول لازم تكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 190، اتفقنا؟ اضربهم دلوقتي وخلص ونرجع اوريكي القوام بتاعها. بصوا طول ما المقادير مظبوطة القوام هيطلع معاكي كده، لازم قوام البسيسة او الكيك لازم يطلع كده. الصينية طبعا بتبقى مدهونة زيت، اهم حاجة زيت، سمنة لا، الزيت افضل عشان لما بتيجي تقطعيها ما بتلزقش في قلب الصينية. هنديها بقى السمسم، غرقيها بقى بالسمسم لو انت بتحبي السمسم، ما بتحبيش ممكن تحطي خفيف او تستبعدي السمسم خالص. الفرن لازم يكون سخن زي ما اتفقنا، اي نوع كيك بسيسة اي حاجة لازم الفرن يكون سخن، اتفقنا؟ هنحطها على الرف الوسط من الفرن على درجة حرارة 190. هتاخد قد ايه؟ هتاخد 25 دقيقة اقصى حاجة، نص ساعة، اتفقنا؟ اي نوع كيك ما بيتولعش عليه الشواية نهائي، بيحمر تلقائي، اتفقنا؟ يبقى هنولع الفرن بس تخلص ونرجع نقطعها مع بعض. بصوا ما شاء الله، سبتها بقى اما هديت شوية كده، نبتدي نقطعها سوا. بصوا ما شاء الله، بصي بصي التسوية من تحت، بصي جميلة وهشة ازاي، بصي بصي اسفنجية ازاي، علوها قد ايه من بيضة واحدة بس،
يعني ولا 3 بيضات ولا 4 بيضات ولا اي حاجة، بيضة واحدة هتعمليها زيها زي اللي ب4 بيضات بالظبط. بصوا ما شاء الله جميلة جدا، زي بتاعة الافران والتسوية بتاعتها اهي بالمظبوط. اهم حاجة، اهم حاجة نمشي على المقادير زي ما قلتلك اللي مشينا عليها من اول الفيديو، هتطلع معاكي في الاخر النتيجة كده. قليتي من المقادير او السوائل، اذا كانت المقادير الجافة او السوائل مش هتطلع مظبوطة وهتطلع مكتومة معاكي. طريقة النهاردة سهلة وسريعة، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.